مرحبا، اسمي محمود غزيل، أنا مدون وصحافي، حاليا مقيم بدولة الإمارات وبشتغل بمركز 24 للدراسات الإعلامية. خلال الأيام الجاية رح كون عم عرفكن على عالم التحقق من المعلومات، إن كانت نص أو صورة أو حتى فيديو، تحت عنوان التحقق من المحتوى الذي ينشئه المستخدم ونسب المحتوى إلى مصدره الرئيسي. أنا خلال السنين الماضية كان لي العديد من المبادرات كرمال ضغط على وسائل الإعلام للتحقق وتصحيح المعلومات اللي بتكون نشرتها. فيكن تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي على GHAZAYEL.